الآن الأستاذ كرمل القاسم أحد أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح. أهلا بك معنا أستاذ كرمل. في البداية كيف تنظرون إلى هذا القرار الذي صدر عن المحكمة الإسرائيلية بتأجيل بث النظر في هذا الملف، وهل هذا يحقق ولو انتصار جزئي بالنسبة لكم لأهالي هذه المنطقة؟ يعني في بداية أوضح لكم شو بصير حاليا في الحي. الحي عبارة عن سكنة عسكرية، تم الاعتداء علينا وعلى سكان الحي وتم اصابة مطور صحفي. حاليا كان موجود مجموعة من الناس اللي قاعدين بيفطروا في الحي وبنشد الأنشطة الإسلامية، وقوات الاحتلال تدخلت علينا بشكل همجي ودخلت الأحصنة حاليا وكسرت الخيام اللي احنا قاعدين فيها، ومجموعة من الإصابات والاعتقالات بين شباب الحي والمتضامنين. يعني تدخل عسكري عنيف ملوش أي مبرر وهمجي على سكان الحي اللي بتكرر كل ليلة. هذا الجو حاليا اللي وقع في الشيخ جراح حاليا. طيب هناك اعتداء حاليا في الشيخ جراح المواطنين. طيب ونحن نتابع هذه الصور من حي الشيخ جراح. نعم. طيب أستاذ كرمل، ما هي مبررات قوات أو جنود الاحتلال للاعتداء عليكم في هذه المنطقة حاليا مع صدور هذا القرار من المحكمة الإسرائيلية؟ لا وجود مبررات لاعتداء على مواطنين سلميين يسكنون في حيهم في بيوتهم. لا وجود لاي مبرر لاعتداء وحش من قوات الاحتلال على ناس قاعده بتفطر في حيها وبتغني اغاني اسلاميه وبتعمل ليالي رمضان بشكل سلمي. لا وجود اي مبرر غير انه الاحتلال بحاول يزرع الخوف فينا، بحاول يهجرنا من بيوتنا، بحاول يحكي لنا ويوصل لنا رساله انه هذه منطقه مش لازمكم. هذا الحكي ما راح يثنين عن وجودنا في الحي ولا راح يثنين عن صمودنا في الحي، وراح نوجه رساله واضحه لجميع العالم والسكان الموجودين في الحي والموجودين في الحي لن يرضعهم اي شيء. بخصوص ان لف القضاء اللي صار اليوم هو ليس نوع من الانتصار، بل هو نوع من المراوغه من محاكم الاحتلال من قوات الاحتلال لمحاولة استهدف ما يجري حاليا. الحمله اللي صارت على ارض الواقع من تجمهر الجماهير واهل بيت المقدس وفلسطينيين داخل في بيت في حي الشيخ جراح وتضامنهم معنا، والحمله الالكترونيه اللي صارت وداخل صدى كبير نجحت انها تردع قوات الاحتلال من اخراج البيوت بتاريخ 2/5. حاليا بحاول يراوغوا بحجه انه المستشار القضائي لقوات الاحتلال حابب يدرس الملف وطلب تم تاجيل للبث القضيه لحين دراسه الملف. احنا بنعتبرها نوع من انواع المناوره، بحاول التهدئه الاوضاع لحين اتخاذ القرار اللي هم بحاولوا يوصلوا له. الهدف واضح بالنسبه لهم هو تهجير سكان حي الشيخ جراح من ارضهم من سكنهم، تفريغ بيت المقدس من سكانها الفلسطينيين الاصليين. الهجمه بس مش على الشيخ جراح، الهجمه على جميع حي القدس، كذلك في سلوان، في الطور، في قبانيه مهرون. نحن جزء من كل هجمه متكامله على سكان بيت المقدس. نحن نعتبر نوع من انواع المناورات، لازم نبقى حذرين ومتيقظين. احنا مستمرين بحملتنا ووجودنا في الحي وتضامننا في وتضامن جميع الناس للحي، ندعو الناس جميعا للتواجد في الحي بشكل دائم عنا وما يتركوا الوقفه تبعتنا، لان احنا لا نعرف ايش راح يصير. القرار اللي صار هو تاجيل وليس وقف للاخلاء، ما زال قرار الاخلاء موجود ابتداء من تاريخ 2/5، هم اجلوه لحين البث القضيه. ماذا تتوقعون ان يكون هذا القرار استاذ كرمل؟ يعني كيف تتوقعون ان يكون هذا القرار؟ على محاكم الاحتلال لا يوجد لاي نظاميه. احنا صرنا 50 سنه بنحارب بالقضيه هذه وبنحاولوا يهاجرونا. كل المعطيات بتصير لما تحيط لنا الارض ووجودنا في الارض، ليس لديهم اي معطيات او اوراق تثبت ملكيتهم للارض. بيحاولوا بطرق اخرى متنوعه منها القضاء الانهار للعالم. الموضوع قضائي، الموضوع مش قضائي، الموضوع سياسي، الموضوع موضوع تهجير لسكان اصليين من بيوتهم. نحن نعمل على تجمهرنا في الحي. في الاونه الاخيره نجحت الجماهير المقدسيه والجماهير الفلسطينيه لاثبات امر واقع جديد بتثبيت سياده القدس، سياده فلسطين على ارض الواقع دون الحاجه لاي دعم خارجي. ثبتنا وجودنا في بلد العمود، ثبتنا وجودنا من خلال معركه البوابات الاقصى، وكذلك نجحت حتى الان معركه تثبيت وجودنا في الشيخ جراح من قبل شبابنا، من قبل وجودهم في الحي وصمودهم ومعادرتهم لاهل الحي. نتوقع انه ضمن احنا هذه الحمله موجوده وقائمه، نتوقع انه التضامن اكبر في الحمله الالكترونيه اللي احنا نسويها انقذ حي الشيخ جراح. نطلب من الناس تساعد اكثر من حمله يسار رسالتنا لاكبر عدد ممكن. نطلب من الجماهير الفلسطينيه التواجد في الحي بشكل دائم للضغط على قوات الاحتلال وتوصيل رساله ان احنا باقيين في منازلنا. نطلب من الحكومات العربيه والحكومات الاوروبيه ضغط سياسي واقعي قوي على دوله الاحتلال لتثبيت مطالبنا ووجودنا في الحي. طيب.